تفضل. ما شاء الله ما شاء الله فعلا. اول شيء اللهم لك الحمد، البلد في خير. صحيح، عندنا السعوديه واذاك كل من جاء السعوديه فيها خير، خصوصا خير. الرياض في خير. بس المشكله وين؟ المشكله هو كثير يبغى الدعاء، كثير ما يعني يبغى شغله معينه. اذكر واحد من الشباب على طاريها، هذا انا كلمته يعني شخصيا، قلت له يعني ما في وظيفه، اخوانه عندهم دراهم ما عطوه، معه سياره وفي صحه وعافيه، يروح ويجي ما عنده، والولد فطين وذكي. قلت روح لسوق العزيزيه، خذ منها طول السلامه وبع، ترى ما حد بيصرفك. وفعلا والله ما حد يصرف من اخوانه، ما حد بيعطيك مره مرتين ثلاث، اما انت بتستحي ولا هم بيك يطفشون بعد يخلوك. جاب بضاعه وباع الرجال وكذا، قابلتها كيف؟ قال والله ابن الحلال ما مشيت وكذا. جاني كلام واحد قريب منه، قال استعب الشغله واخوانه كيف تشتغل وانت ولد ولا فلان وانت ولد. والله بعض الاحيان ما يقط القطه. طيب انت ما هو بس على وجهك تحضر مع الناس ولا تقط معهم، تستحيل تشتغل في السوق وتشتغل ما تشتغل في السوق، هذا العيب. هذا العيب، هذه المشكله، انه فعلا يستعبون كثير من الشغلات والواحد يقدر يسويها. تقدر تسويها دامك ما دخلت في حرام، في شيء يفشل عاد صح. لكن والله الفشيت، لا جيت بكره اتصلت قلت تكفى والله ظروفي صعبه والله كذا والله، وكل ما جاء واحد يا ما رحت تقول باب ولا تسلت من فلان ولا هذه، والله الفشيله تطرح وجهك الناس. واذاك يقول احد العلماء يقول بحثت عن اطيب شيء فلم اجد اطيب من العافيه. الله. ثم بحثت عن اسوء شيء وهذا الشاهد بالكلام، فلم اجد اسوء من حاجه للناس. الله الله اكبر. سؤال الناس. اي تسال الناس مصيبه هذه. في القصه دي رمزيه نفس ما تقول البلد فيها خير بس الناس تحتاج تشتغل.